لا أزمة للمياه صيف هذه السنة بوهران، هذا ما أكده المدير العام لشركة المياه والتطهير لولاية وهران، مشيرا أن كمية الإنتاج والظروف التوزيع الحالية لن تتغير خلال موسم الاصطياف. الكمية المنتجة حاليا من المياه هي تسمح لنا من أجل نحافظوا على البرنامج اللي راه مطبق حاليا. وكما تعلمون يعني البرنامج يتكيف هو المعطيات المتعلقة بكمية الإنتاج والاستمرارية في الإنتاج. 520 ألف متر مكعب من المياه هي الحصة اليومية لولاية وهران، تصلها بشكل رئيسي عبر محطات التحلية لمياه البحر وأخرى من مصادر مختلفة كالسدود ونظام تحويل الماو. أنا في إنتاج حوالي 520 ألف متر مكعب يوميا. التقسيم تاعه يعني كان من الجهة الغربية، يعني من ناحية شط الهلال، يعني لولاية وهران 100 ألف متر مكعب يومي، وكي يكون فيه نقص نعوضوه عن طريق تزيوة، محطة معالجة تزيوة. وضيف تزيوة عندنا مخزون رانا يعني مخلينه في حالات استثنائية. شركة سيور حضرت سيناريوهات مختلفة لمواجهة أي طارئ خلال موسم الاصطياف ويومي العيد، ففي حالة انخفاض معدل إنتاج المياه تتجه لتوزيع يوم بيوم.